بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. سعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، صباح التفاؤل وصباح الإيجابية من كتارة. يوميا نلتقي فيكم في نفس هذا الموعد إن شاء الله بضيوف اخترناهم لكم بعناية إن شاء الله لتحقيق الأهداف المرجوة وهي الفائدة، وبإذن الله نحقق أيضا التفاؤل اللي دائما نرسمه واللي دائما ننادي فيه ايضا بالايجابيه. صباح الخير يا كندا ويومك سعيد باذن الله. صباح النور والسرور مشعل، واكيد نصبح على مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشه تلفزيون قطر ونقول لكم صباحكم جمال وايجابيه وتالق واهداف محققه باذن الله سبحانه وتعالى. ومثل ما دائما نقول يوم جديد وفرصه جديده للتالق والتميز والإبداع، ودائما صباحاتنا نبداها بمواضيع نحب نتناقشها مع بعض ونفيدكم ونستفيد بنفس الوقت. واليوم حابين نتكلم أكثر عن احترام حرية الآخرين. مشاعل، هل أنت من النوع اللي تحسين أنه دائما لازم تغيرين اللي حولك، ولا تكتفين أن تكونين قدوة خلينا نقول لهم؟ يعني إذا بنتكلم في المحيط اللي هو محيط صديقاتي مثلا، يعني في البداية بداية العلاقة كان خطر إن أنا أغيرهم، ولكن مع النضج ومع إن أنا يعني فهمت الحياة شلون، عرفت إن مثل ما يقولون في مثل يقول لك صاحبك على عيبه، يعني هاي صديقي أو صحيح. صديقتي أكيد فيها عيب وأنا فيني عيوب، فما يصير إن يعني أغير اللي فيها. يعني يمكن ما قدرنا أنا أغير، بس في النهاية أنا أحبها لأن فيها أكيد مميزات كثيرة وإيجابيات كثيرة. ما راح أقول لك إن أنا مثالية إن أنا أشوف بها المنطق، ولكن مع الخبرة ومع النضج عرفت إن ما نقدر نغير حد. صحيح، ودائما نقول التغيير ينطلق من إرادة الشخص نفسه. اليوم احنا ممكن نكون قدوة حسنة للآخرين ونعكس عليهم هذه الروح الجميلة، وبالتالي نأثر فيهم بطريقة غير مباشرة. فاحنا نقول ما نقدر نغير الشخص اللي قدامنا بطريقة مباشرة ونقول لهم سووا كذي او لا تسوون كذي، لازم التغيير ينبع من الشخص ذاته، واحنا دائما نكون اشخاص حسنين. واذا قدرنا نغير بالكلمة الطيبة وحتى النصح، مشاعل دائما نقول انه يكون بين الشخص يعني بشكل سري خلينا نقول بدون احراج. لو انا شفت ان هذا الشخص ممكن في طباع معينه ممكن اغيرها، فانا ما احرص اني ما احرجه قدام الكل اذا طلب النصيحه. بالضبط. لكن في ناس طبعا النصيحه تكون ثقيله على النفس البشريه، فمش بسهوله ان انا انصح واكون انا في دور المعلم اللي يعلم النصح. لا، إذا طلب مني نصيحة أكيد راح أعطيه. وبعد اختلاف كندا، اختلاف يعني اختلافي معك صحيح بحد ذاته هذا تجاذب، يعني مو بلازم تكونين كوبي بيست من شخصيتي فعلاً. لأن الاختلاف يولد نوع من التميز، نوع من التفرد، أني أكون متفردة في علاقتي معك. يعني مو كل أنت توافقيني في كل شيء، لازم يعني كله يعني وحتى مشاعل دائما نقول يعني لولا اختلاف خلينا نقول الآراء وكذي ما كنا تعرفنا على أشخاص، ما كنا تعرفنا على ثقافات جديدة. فدائما الاختلاف المفيد السليم دائما يخلينا أشخاص أفضل متطورين، وأيضا نوصل حق نضوج أكبر. ولازم نتقبل اختلافنا مع الآخرين أكيد. وهذا الأهم. بما أن أعزائي المشاهدين إحنا محور كلامنا كله نتكلم عن المدارس وتمهيد للمدارس، احنا معنا تقرير جدا رائع عن حملة مدرستي بيتي الثاني. نشوف هذا التقرير وان شاء الله عودة. احنا اليوم متواجدين لنشهد جانب من أنشطة حملة العودة للمدارس. طبعا هذه الحملة بالشراكة مع شركة مواصلات كروة، بالإضافة إلى شركاء آخرين بشير بالعقارية، تهدف إلى تهيئة أبنائنا الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور بانتظام بإذن الله منذ اليوم الأول للمدرسة.
كلنا في انتظار عودة أبنائنا للمدرسة في الأول من سبتمبر المقبل بإذن الله، ونأمل أن تكون هذه الأنشطة ممتعة لهم، وأيضا ستشهد جانب توعوي يوعيهم في جانب استخدام المواصلات والمحافظة على الأمن والسلام. أنا اليوم جيت فعالية بيت الثاني، اليوم جايين نلون ونرسم، وبعد أنا مشتاقة حق مدرستي وايد وأبلاتي. أنا فرحان لهذا الفعالية، حلوة جدا، وبيرسموا لي وأنا جاهز ورسمة جميلة، وأنا بحب المدرسة جدا. جاي أستمتع الوقت المدرسة وشري الأشياء المدرسة، يعني كثير المصدرة، وجاي أستمتع عشان قبل لا تبدأ المدارس، عشان إذا بدأت المدارس نبدأ المدارس وقابل صديقات الجدد وأشوف أبلات الجدد وأسلم وألعب وأستانس، عشان كذي أنا جاية. طبعا يعني الاطفال لازم لهم تهيئ في كل شيء، فنشوف احنا هالفعاليه جدا مهمه صراحه، لان يعني قبل لا يبتدون العام الدراسي الجديد نحب ان نبتدي لهم اياه بشيء من المرح واللعب والوناسه، بالاضافه وطبعا ما ننسى اهميه التثقيف والامن والسلامه. عدة المدرسة جهزت الأكلام واللانش بوكس والشنطة، والنهارده لولنا بالألوان ولولنا بفيس بينتينج. أنا جيت فعالية من مدرستي بيتي الثاني، لولنا ورسمنا وعطونا هدايا. اشتركت في فعالية مدرستي بيتي الثاني واستانسنا وايد واعطونا هدايا. العام الدراسي الجديد فرصة لبدء رحلة جديدة من العطاء، من التميز وتحقيق الإنجازات. نحث الأسر وأولياء الأمور على تشجيع أبنائهم وتحفيزهم على الاجتهاد لتحقيق النجاح والتفوق بإذن الله. عودة لكم مشاهدينا من جديد، ولا زلنا نتكلم في إطار التعليم وبهدف زيادة مشاركة الشباب القطري في برامج التعليم العالي ودعم وتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم لاستكمال مسيرتهم الأكاديمية في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. أطلقت وزارة الرياضة والشباب منصة معلمي ببرنامج عبور، ويهدف البرنامج الجديد إلى تقديم الدعم اللازم لهم لاجتياز الاختبارات الدولية المطلوبة للقبول، مثل خلينا نقول ACT، SAT أو حتى الآيلس. والحديث أكثر معانا اليوم الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة معلمي. حياك الله معانا الشيخ ونورتنا في الاستديو. الله يحييكم. يا هلا ومرحبا. يا مرحبا شيخ عبد الرحمن، مشرفنا أكيد، وإن شاء الله راح نأخذ منك المعلومات المهمة لمنصة معلمي. بس قبلها لو تكلمنا عن مبادرة عبور اللي أطلقتها وزارة الرياضة والشباب. هي طبعا الأخت ذكرت أهم أهداف وتفاصيل البرنامج، هي عبارة عن دروس خصوصية حية. نعم. عن طريق المنصة. نعم. في المنزل.
بإمكان أي طالب أن يسجل إذا حاب يقدم اختبار في الآيلتس أو السات أو الأي سي تي مثل ما ذكرتي. والعجيب على المنصة أن طبعا جميع الدروس فردية، بالإضافة لذلك بإمكان الطالب أن يختار الوقت اللي هو يبي، يعني مثلا حتى بعد صلاة الفجر حتى آخر الليل على حسب جدول الطالب. وايد زين. ممتاز. اليوم دائما نقول مهارة القيادة أهم المهارات اللي ممكن يكتسبها الشباب من عمر صغير، لأن تفيد الجميع في شتى القطاعات. اليوم لو نتكلم الشيخ أكثر، كيف يمكن تمكين الشباب من تولي أدوار قيادية في مجتمعاتهم؟ أنا من وجهة نظري الخاص، أنا ما أنصح الشباب أن يفكرون عن مهارات القيادة أو مهارات التفكير الناقد أو حتى الذكاء الاصطناعي. وجهة نظري أن أنت لابد أن تركز على المرحلة اللي أنت فيه حاليا وتجد فيه. وجهة نظري الخاص، فأنت في المدرسة يجد في دراستك، إذا أنت في الجامعة يجد في دراستك. هذه الأمور اللي يعني مهارات القيادة، يعني هذا بتفيدك بعدين بعد 10 سنوات من الوظيفة. نعم. يمكن احنا شفنا التقرير شيخ عبد الرحمن، الأطفال وردودهم البريئة. واحدة من الأطفال ايش قالت؟ قالت احنا جايين هنا عشان نستمتع قبل المدرسة. الكلمة هاي استوقفتني، ان احنا نستمتع قبل المدرسة. وايضا هناك في التعليم والتعلم والمدرسة ايضا استمتاع، حتى في الدراسة، حتى في المرح. فايش رأي حضرتك من كلامها؟ طبعا احنا في يعني طريقه تدريسنا خاصه مع الصغار في السن، ان احنا دائما نربط يعني بعض اهتمامات الطالب بالدرس. فمثلا شيء شفته انا مثلا في احدى المدارس اللي تعاوننا معها سابقا، ان طالب قال انا مدرسي احسن مدرس، حاط صوره استغفر الله العظيم مازراتي اثناء الدرس. وطالب اخر قال لا انا مدرسي احسن، حاط صوره لامبورغيني. يعني احنا نحب نحاول ندخل يعني اهتمامات الطلبه اثناء جميع الدروس اللي نقدمها. نعم. لو نتكلم اكثر عن منصه عبور، خصوصا ان انتوا راح تساعدونهم ان يسوون مثل هذه الاختبارات المهمه قبل خلينا نقول تخصصاتهم في الجامعه، مثل ما ذكرنا الاي سي تي، الايلس وغيره. اليوم هذه مثل هذه الاختبارات شلون ممكن تاهلونهم، وكم مده البرنامج بتكون؟ هو الصراحه على حسب الطالب. وعلى حسب اهدافه واحتياجاته. يعني بعض الطلبه يدخلون وهم أصلاً أقوياء، فما يحتاجون إلا يعني يمكن مراجعة يسيرة، ثلاث دروس أو نحو ذلك. طيب أكيد في مخاطر ممكن هي تواجه الشباب شيخ عبد الرحمن من خلال استخدام التكنولوجيا. إحنا كل يوم نقول أكيد هناك مخاطر، يعني مثل ما في إيجابيات هناك سلبيات، فمن وجهة نظرك شنو المخاطر أو السلبيات اللي ممكن الشباب يواجهونها وشلون ممكن يتجنبونها؟ أنا شيء لاحظته خاصة بعد يعني ظهور تشات جي بي تي والذكاء الصناعي على العموم، أن الحين كل الشباب يعني يسلمون أوراق كتبتها بنفس الطريقة، وواضح جدا انهم من الذكاء الاصطناعي. حتى وصل لدرجة ان الدكاترة اتناقش معهم في الجامعة يشتكون، يقولون ان الطلبة ما قاموا يسردون الينا نفس اول. وواضح جدا الاوراق يسلمونها من الذكاء الاصطناعي، لكن ما يقدرون طبعا يثبتون هذا. يعني فهذا يعني يمكن من اكبر المخاطر يعني اللي اشوفها. نعم. اليوم لو نتكلم أكثر عن المهارات الأساسية اللي واجب على الشباب يكتسبونها لتحقيق النجاح بشكل عام في المجال اللي هم حابين يبدعون فيه. هو أنا أؤمن بالرياضيات. أنا اللي شيء اللي ما أحبه أن أشوف كثير من الشباب كل ما يطلع ترند يروحون يتابعونه. أول شيء كان عندنا هبة الكريبتو، كل حد راح يقام يأخذ قرصات في الكريبتو، بعدين الذكاء الاصطناعي. فأنا وجهة نظري أن كي تكون متمكن لابد أن تجد في العلوم الأساسية، نفس الرياضيات، نفس العلوم بشكل عام. نعم. زين، بما أن المدرسة إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله، فحضرتك شنو تقول حق أولياء الأمور وحق الطلاب والطالبات للانضمام لمنصة معلمي؟ والله يعني أنا أشوف الفرصة يعني جيدة جدا. نعم. ما بتخسرنا حاجة. يعني برعاية الوزارة كل الدروس طبعا مجانية. فأنا أنصحكم تسجلون بالبرنامج وتجربون، خاصة لو تريدون أن تلحقون بجامعة يعني. وبعد على فكرة هذا مو فقط للخريجين ثانوية، في مثلا بعض الموظفين اللي دون السنة 40 مثلا،
اذا حاب مثلا يكمل ماجستير او حاجه ممكن يسجل ايضا في البرنامج. ممتاز. واحنا دائما نقول ان التعليم هو مسيره لمده مدى الحياه مهما كان العمر، الا ان العلم واجب علينا نكتسبه مهما كانت اعمارنا، سواء اليوم نقدر نقول طلاب في المدارس، سواء اشخاص تخرجوا من جامعاتهم حابين يكملون مثل هذه المسيره. اليوم الشيخ لو نتكلم عن اكثر المواد اللي تقدمها منصه معلمي، هو بس ملاحظة على يعني هذا طبعا البرنامج للشباب، يعني برنامج عبور في النهاية برعاية وزارة الرياضة والشباب، لكن احنا نقدم جميع المواد وجميع المناهج، المنهج الدولي، المنهج الامريكي والمنهج البريطاني. ممتاز. بالإضافة الى مساعدة الطلبة في مسيرتهم الجامعية. نعم. في بعد ذكرت ان في تعاون مع مدرسة في اوروبا. اي نعم. لو نتكلم عنها اكثر. احنا هذه اول مدرسة حصلناها خارج قطر. نعم. هي مدرسة رياضية يعني، فهم الطلبة يستخدمون المنصة لجميع الدروس. فما يدرسون الا عن طريق منصة معلمي. ليش؟ لان الطلبة هناك هم رياضيين، يعني هم اصلا ستودنت اثليت. نعم. فالتدريس الاونلاين يعطيهم جدول يعني مرن لحد ما مقارنة بالتدريس التقليدي. نعم، كل شيء جديد أكيد له مميزاته ولا عيوبه، فنتمنى إن شاء الله نحن نأخذ أكثر نصيب من المميزات والامتيازات. كلمة أخيرة توجهها الشيخ عبد الرحمن إلى الشباب. هو الصراحة أنا وجهة نظري أن ما في شاب يعني قطري عنده عذر أن ما يجد يعني في دراسته. يعني احنا ترى صراحة عايشين في رفاهية يعني غير طبيعية. نعم. وانت وهذه مسؤوليتك الوحيدة حاليا في الحياة. نعم. فجد فيها عشان ما تمدن ما تمدن بعدين في مستقبلك. نعم. نعم. الشيخ عبد الرحمن بن فهد الثاني، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة معلمي، كل الشكر لك وعساكم على القوة، الله ينفع بك إن شاء الله لبلاد والعباد. جزاك الله خير. مشكور الشيخ، الله يحفظك. شكرا. مشاعل، دائما نشوف أن في جهود كبيرة للتركيز على التعليم بشكل عام. اليوم نقدر نشوف تعاون بين الجهات المختلفة بحيث أن يركزون ويشددون على أهمية العلم والتعليم وتحقيق الرؤية الوطنية لقطر 2030. فإحنا جدا فخورين في مثل هذه المبادرات. نعم اكيد، واي شيء يصب على عيالنا على شبابنا بالمنفعه اكيد احنا نكون فخورين بهذا الانجاز. ودائما برنامج في الضحى او حتى برنامج حياتنا، يعني تلفزيون قطر ما شاء الله دائما مسلط الضوء على ما هو مفيد للجمهور سواء مواطن او مقيم. مشاهدينا الكرام، نترككم الان مع هذه اللقطات الجماليه وتفاصيلها ونرجع لكم من جديد باذن الله. ما شاء الله هذه الأجواء الجميلة والألوان الحلوة هذه، سبحان الله، سبحانك يا رب، أبدع مثل ما شفتوا ألوان البحر شلون، سبحان الله فيما أبدع وصور. مشاهدينا الكرام، هناك نوع آخر من الفنون وهي الفنون المسرحية، وتحديدا التمثيل والمسرح. اليوم بإذن الله راح نتكلم عن مسرحية الخيمة، هذا العمل المسرحي الذي سيشارك به فرقة قطر المسرحية في مهرجان الفرق الأهلية، هذه المسرحية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سينطلق بإذن الله في الرياض بتاريخ 10 سبتمبر القادم.
نتكلم أكثر بشكل مفصل عن هذه المشاركة مع ضيفنا في الاستديو. طبعاً هو أحد نجوم هذا العمل الفنان محمد يوسف الملا. حياك الله ويومك سعيد بإذن الله. الله يحييكم يا رب وصبحكم الله بالخير. شرفنا. صبحك الله بالنور أخوي محمد. صباح الإبداع دائماً نقول. لو تحدثنا أكثر عن هذه المشاركة بالنسخة 14 من مهرجان الفرق الأهلية المسرحية لمجلس التعاون الخليجي. طبعاً مسرحيتنا من تأليف الأستاذ الكبير عبد الرحمن المناعي، وهو عمود من أعمدة المسرح القطري طبعاً. ومن إخراج الأستاذ الفنان ناصر عبد الرضا، ومن بطولة الفنان فيصل رشيد، وكذلك الفنانة فاطمة الشروقي. نعم. أتكلم عن نفسي، أنا جداً سعيد بهذه المشاركة، خصوصاً أن المهرجان كان متوقف، وهذه أول سنة المهرجان يصير في الرياض. وفخور اني انا راح امثل قطر في هذا المهرجان، وسعيد جدا كوني لاول مره اجسد شخصيه من شخصيات الاستاذ عبد الرحمن المناعي. نعم اكيد. وحضرتك فخور، وايضا احنا فخورين ان احنا نشوف عيالنا هالشكل ما شاء الله متميزين في التمثيل وفي الابداع وفي المسرح. يعني المسرح ابو الفنون مثل ما يقولون. صحيح. اخوي محمد، لاحظنا في الآونة الأخيرة غياب المسرح عن دوره. طبعاً دور المسرح دور فعال كثير، سواء في النصيحة، سواء في تغيير سلوك ما. فإيش رأي حضرتك في هالشيء؟ لا طبعاً، يعني الحمد لله المسرح متواجد، ومن تطور إلى تطور، خصوصاً أن المهرجان الدوحة المسرحي السابق اللي كان في شهر مايو السابق. نعم. قدم عروض جميلة. نعم. فالمسرح متواجد، وإحنا قاعدين نثبت أن المسرح ليس أداة للترفيه فقط. نعم. بل هو أداة للتواصل وأداة. نعم. لتوصيل الرسائل يعني. أكيد. ومناقشة أبو الفنون. بالضبط، ومناقشة القضايا المجتمعية. نعم. يعني. نعم. نعم. اليوم بعدنا بندخل في تفاصيل أكثر عن المسرحية بذاتها، وهي مسرحية الخيمة. يعني أنا قريت شوي عن المسرحية، ولكن حابين نسمع منك بتفاصيلها الجميلة وقصتها. بشكل مختصر، المسرحية تناقش صراع الأجيال بين أخ متمسك بالخيمة ومتمسك بالسيف والعادات والتقاليد، وأخ آخر يريد الخروج من الخيمة. عندنا لقطات الحين. هذه طبعاً صور من بروفاتنا في فرقة قطر. نعم. وطبعاً هناك الزوجة بدرة التي أثناء العمل وطول العمل تنادي بأن للنهر ضفتين، وبأن أن أنتوا الأثنين الأخوين تكملون بعض. أي بمعنى أن هذا الإرث والعادات والتقاليد ومع التطور يصلون مع بعضهم إلى بر الأمان. نعم. لكن نحن نشوف صراع بين أخ متمسك فقط بالعادات والتقاليد والخيمة والسيف، وأن السيف يشكل قوة بالنسبة للأخ اللي هو جابر شخصيتي، بينما الأخ الآخر يرى أن الخروج من الخيمة هو السبيل الوحيد للوصول لبر الأمان. نعم. نعم. أخوي محمد، يعني اسمح لي من خلالك ومن خلال برنامج في الضحى أن أنا أشكر كل من ساهم في يعني قول كلمة في المسرح في الفن. يعني على سبيل المثال وليس الحصر والعدد، سامحوني إخواني اللي ما ذكرت أسميهم، الفنان فيصل الرشيد، فاطمة الشروقي، كل الفنانين اللي قدمون رسالة نوجه لهم هذه أكيد. التحية الكبيرة من برنامج في الضحى. شكرا على جهودكم، نتمنى بعد الجمهور أيضا يحب هذا الجهد ويشجعكم أن يشوف مثل نوعية هذه المسرحيات الهادفة. دائماً مسرح قطر الوطني أو المسرح القطري دائماً رسالته هادفة. طبعاً. صحيح. بالتأكيد، وعشان كذي إحنا مشاركتنا هذه مش فقط لتقديم عرض مسرحي، بل هو تعزيز مكانة المسرح القطري في الساحة الخليجية. نعم. وفي هذا الصدد يعني وجب الشكر لوزارة الثقافة، وزير الثقافة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد الثاني. نعم. وجهه تحية. والسيد عبد الرحمن الدليمي مدير إدارة الثقافة والفنون. نعم. والسيد عبد الرحيم الصديقي مدير عام مركز شؤون المسرح على هذا. نعم. الدعم اللي قدموه للفرقة. نعم. ونتمنى إن شاء الله نكون قد الثقة وقد هذه المسؤولية. نعم. بإذن الله. أكيد. اليوم حتى بما أن ذكرنا أسماء، واجب أن نذكر بعد الفنان صالح المناعي. أكيد. اللي دائما يقدم الدعم للشباب، فلو نتكلم عن تجربتك ونصحة لك أكيد في هذه التجربة.
طبعا استاذ صالح المناعي هو من المكرمين في هذا المهرجان. نعم. وهو تكريم مستحق لان له انجازات كبيره في المسرح القطري، سواء في مجال الانتاج او التاليف او في الاخراج المسرحي. نعم. وكذلك هو كان ماسك قسم المسرح في وزاره الثقافه لعشرين سنه، فبالطبع فهذا تكريم مستحق. فانا نعم. من خلال برنامجكم احب ابارك له بشكل شخصي. نعم. واتمنى له الصحه وطوله العمر ان شاء الله. نعم نعم، يعني ما شاء الله هناك أسماء لامعة في الفن القطري مثل الفنان ناصر عبد الرضا. أكيد. وأيضا فيصل الرشيدي. أكيد. وفاطمة الشروقي شفنا صورهم قبل شوية، فلو تقول لنا يعني تجربتك معهم شلون كان الدعم بالنسبة لك؟ طبعا احنا قاعدين بدينا بروفات من نهاية يونيو السابق، تجربة وايد حلوة، تجربة ممتعة، خصوصا احنا قاعدين نشتغل بروح الفريق. توجيهات استاذ ناصر معانا قاعد ساعدنا ان احنا نطور من نفسنا، نقدم افضل ما عندنا، وقاعدين نشتغل بروح الفريق. يعني احنا ممكن احنا قاعدين نساعد بعض طبعا. ومش اول مرة اشتغل مع الاستاذ ناصر ولا مع الفريق اللي موجود كامل. وطبعا اشكر مساعدين المخرج، يعني قاعدين يساعدوننا ويقدموا لنا ايضا توجيهات، استاذ الفنان خالد خميس والفنانه روان حلاوي، مساعدين المخرج قاعد يقدموا لنا النصح ويوجهوننا. حلو. نعم. وانا احب اشكرهم كذلك. أكيد. وباذن الله ان شاء الله نقدم عمل يليق بمكانه المسرح القطري باذن الله، ويليق ايضا بالمهرجان اللي احنا مشاركين فيه باذن الله. باذن الله، وانتم قدها اكيد، واحنا منتظرين هذه النتائج الجميله. اليوم اخوي محمد لك تجربه سابقه في الاخراج صحيح؟ اي نعم، مسرحيه كان بين قلبين. نعم. وفي مهرجان الدوحه المسرحي شهر مايو السابق، وفزنا بأفضل عمل متكامل، وفزت بأفضل إخراج مسرحي، ما شاء الله، وعدة جوائز كذلك. لو نذكر أن هل في رابط بين أن يكون الممثل له خبرة في الإخراج، لأن دائما لما نقول عندك نظرة شاملة في المجال الفني فممكن يعكس على أدائك بطريقة إيجابية أكثر، لأن أنت تعرف نظرة المخرج شلون بتكون، فلو تحدثنا عن هذه التجربة. طبعا هذه التجربة ساعدتني ان انا افهم المخرجين الاخرين بشكل اسرع. لكن الممثل مختلف عن المخرج تماما، لان الممثل يكون داخل المشهد. صحيح. والمخرج يكون عينه الثانيه. تمام. فممكن انا اسوي شيء او ادي بطريقه معينه، لكن المخرج يشوفها بطريقه اخرى من خلال رؤيته. فحتى لو انا كنت مخرج واقدر اني انا ادرس الناس او افهم الشخصيه، لكن ايضا المخرج له رؤيه اخرى خاصه تخص هذا الناس وتخص هذا العمل. طبعا المخرج دائما له رؤيه. اكيد. لانه هو خارج الصندوق، دائما يشوف اللعبه او يشوف الحدث من بعيد. أكيد. فدائما تكون نظره المخرج ثاقبه ونظره المخرج تكون صائبه. نتمنى لكم التوفيق اخوي محمد. شكراً. وخير لكم. من يمثلنا. شكراً. في الرياض ان شاء الله في 10 سبتمبر الشهر القادم. طيب لو بنتكلم عن مسرح الطفل، اهتماماتكم المستقبلية أخوي محمد، هل هناك أفكار لعرض مسرحية خاصة بالأطفال؟ طبعا الوزارة قاعد تسعى في هذا الشيء، نتقدم يعني مسرحيات أطفال، وفي منتجين في شركات خاصة قاعد تسعى نتقدم أعمال مسرحية للطفل. حاليا لا. احنا عندنا مسرحية للطفل في شهر سبتمبر لشركة خاصة، شركة بلاك بوكس. نتمنى لهم التوفيق، يعني بالعكس بداية ورجعة موفقة يعني لمسرح الطفل إن شاء الله. وبإذن الله وزارة الثقافة راح تسعى كذلك في 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 إنشاء مهرجان للطفل بإذن الله. إن شاء الله. نعم، اليوم بعد أكيد لك أهداف قادمة وطموحات في الوقت القادم، لو نتكلم عن أعمالك الجاية بإذن الله. حاليا أنا مركز تركيز شديد على هذا العمل، لأنه شكل مسؤولية كبيرة بالنسبة لمسرحية اللي هي مسرحية الخيمة. ولكن بإذن الله في مشاريع قادمة قاعد أحضر حق كذا شيء يخص المسرح، فبإذن الله
يعني الأعمال تشوف النور بإذن الله. إن شاء الله. نعم. بإذن الله. طيب أخوي محمد، شنو حاب توجه رسالة حق الشباب مثلا اللي عنده موهبة التمثيل أو حاب أنه يشق طريقة في التمثيل، شو تقول لهم؟ طبعا أنا يعني أحب أقول حق أي شاب حاب يدخل هذا المجال أنه يبتدي من الصفر ويتعلم ويدخل ورش فنية. وطبعا وزارة الثقافة ما تقصر، يعني خلال الشهرين اللي طافوا يقدمون ورش في المسرح، وحاليا في ورشة مع الأستاذ فهد الباكر، ورشة تعالوا نمثل قاعدة تقام وقاعد يظهر منها مواهب جديدة، وإن شاء الله أن تكون لها إسهامات، هالمواهب تكون لها إسهامات في المسرح القطري إن شاء الله. كل الشكر لك الفنان محمد يوسف الملع، شكرا لك لوجودك معنا في الاستديو. جزاك الله خير. جزاك الله خير. يعني ما شاء الله جميل ان احنا نشوف هذه المواهب اللي تسقل في مكانها الصحيح، وهناك ايضا كوادر تشجع، كوادر تؤمن بهذه المواهب. عندنا فنانين كبار نؤمن فيهم، غانم السليطي مثلا، سعد بورشيد، ناصر عبد الرضا، محمد عبد الرضا. يعني ما شاء الله احنا نفتخر فيكم، ونتمنى يا رب نشوف اعمال جديده، نشوف سواء في دراما القطريه او في المسرح. اكيد مشاعل دائما نقول هذه المواهب تنتظر من يدعمها، والحمد لله البيئه خصبه وتستقبل جميع هذا الابداع. مشاهدينا بنطلع معاكم فاصل ومن بعده نواصل ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، عودة لكم من جديد. نتحدث أكثر عن مركز دريما لرعاية الأيتام اللي تأسس عام 2002. هذا المركز اللي يهدف لتقديم الرعاية للأيتام وضمان استقرارهم في الأسر الحاضنة ودمجهم في المجتمع. والحين بنطلع بنشوف هذه التغطية مع الزميل إبراهيم عبد الكريم لتغطية حفل تكريم المتفوقين. أخونا إبراهيم صباح الخير. كل الشكر لزميلات في الاستوديو، سعد الله اوقاتكم كل خير. مشاهدين شاشه تلفزيون قطر عبر برنامج في الضحى، اليوم موجودين في الحزم وقاعه الحزم جاليريا اليوم لحفل تكريم الابناء المتفوقين المنتسبين لمركز رعايه الايتام دريمه. وهذا الحفل الذي يقام تحت رعايه سعاده السيده مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيره التنميه الاجتماعيه والاسره لتكريم ابنائنا المتفوقين المنتسبين لهذا المركز على مدار العام السابق من انجازات مختلفه في كافه المجالات. اليوم معاي سيدة وجيدة عبد الله القحطاني، اخصائي بمكتب التوعية المجتمعية في مركز رعاية الايتام دريمة. صباحك الله بالخير وحياك الله معانا. نتحدث اليوم عن هذه الفعالية المميزة، لمسة لابنائنا المنتسبين لمركز دريمة. صباح النور على الجميع. طبعا اليوم مناسبة الاحتفال بمناسبة مرور 20 عاما على مركز رعاية الايتام دريمة، وأيضا احتفالا بأبنائنا المتفوقين المتميزين نتيجة اجتهادهم ومثابرتهم للحصول على التفوق العلمي والأكاديمي، بالإضافة إلى استثمارهم لأوقاتهم في الأنشطة المختلفة اللي تطور من مهاراتهم وقدراتهم، سواء في حفظ القرآن أو أي مهارات
أخرى. طبعا كان التكريم جدا رائع وكان الاحتفال حلو والأطفال كانوا مستانسين جدا ومبسوطين، والأسر الحاضنة أيضا كانت جدا سعيدة بتكريم أبنائها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التشجيع المستمر لأبنائنا على بذل كل ما لديهم من طاقة لتطوير أنفسهم. بالإضافة إلى أن شعارنا لهذا العام هو مستبشرين بكل نجاح آتٍ، وهذا يدل على تفاؤلنا للمستقبل إن شاء الله وأملنا الكبير في قدرات أبنائنا من منتسبي مركز رعاية الأيتام دريمة. نتكلم عن 20 سنة، عقدين من الزمن من العطاء المستمر لأبنائنا، اليوم الأخذ بيدهم ومتابعتهم بشكل مستمر. اليوم شفنا لمسة الوفاء أيضا من المدير التنفيذي لمركز دريمة شيخ نجد آل ثاني، وشكرها لكل موظف اليوم قائم على هذا النجاح. أكيد جهود حثيثة من الجميع، مش فقط اليوم الأبناء، أيضا اليوم كل شخص عامل في دريمة ساهم بشكل أو بآخر اليوم في إنجاح هذه الفعالية وإنجاح 20 سنة، مسيرة كبيرة. فاليوم شلون تشوفون من خلال هذا الحفل مشاعر اليوم الأبناء المنتسبين للمركز، اليوم تكريمهم ولو حتى كلمة شكرا، أو أنتوا أبطال، هذه يمكن كبيرة كوصول للمشاعر، فشلون لمستوا هذه المشاعر منهم؟ طبعا كانت مشاعرهم واضحة بابتساماتهم وسعادتهم في صعودهم للستيج واستلام شهادات التقدير لهم، كانوا سعيدين جدا سواء الأطفال أو الأسر الحاضنة. وأيضا مثل ما تفضلت نحن على مرور 20 عاما، هذا أيضا تقديم شكر لكل من قام على دعم أبنائنا مركز رعاية الأيتام دريمة، سواء من معلمين أو فنيين أو أخصائيين أو شركات داعمة أو حتى جهات خاصة أو حكومية، كل الشكر لهم على جهودهم في دعم أبنائنا بطريقة أو بأخرى، كلا حسب قدراته وإمكانياته. فطبعا كان واضح جدا اليوم التكريم سواء للموظفين القدامى، سواء لأبنائنا من مركز رعاية الأيتام دريمة، سواء حتى من المعرض اللي تشوفه أمامنا، وهذا المعرض اللي راح يقام على مدة 5 أيام. هذا المعرض أيضا تكاتف للطلبة، مجموعة من رسومات الفنانين بالإضافة إلى رسومات من الطلبة، الهدف يتكلم عن الأسرة والاحتضان وتعزيز الابتسامة في الأسرة، وهذا دعم أيضا من الفنانين أو حتى من الأبناء المشاركين في اللوح. يمكن احنا نلاحظ اليوم من دخلت انا القاعة يمكن في كل زاوية في شيء معبر، يمكن حتى صور المتفوقين الموجودة على جدران القاعة، ايضا حتى مسميات ما قبل اليوم تكريم او ذكر وكتقديم كلمة شكر، حنايا القلوب، المسميات قاعدين نشوفها اليوم، كل شيء قاعد يلامس اليوم المجتمع. فاليوم حتى ايضا خلال هذا المعرض قاعدين نشوفه اليوم مثل ما ذكرتي في شراكة ما بين الفنانين واعمال الطلبة، اليوم في رسالة مجتمعية قاعدين تقدمونها للمجتمع بوجود مركز دريمة والدور الفعال للمجتمع اليوم في الاحتضان، واليوم نشوف اليوم ابنائنا من خلال فرحتهم اللي قاعدين نشوفها في هذا المكان. هذا دليل على تكاتف الجهود سواء من أفراد أو مؤسسات أو شركات في المجتمع، الجميع متكاتف اليوم وكل يوم لدعم أبنائنا الأيتام، فكل الشكر للجميع على هذا الدعم الدائم. وأنت أيضا شكرا لكم على الجهود اللي تقدمونها 20 سنة إن شاء الله، مثل ما ذكرنا بالشعار مستبشرين بكل نجاح آتي. احنا ايضا مستبشرين بالنجاح اللي تقدمونه ان شاء الله خلال السنوات القادمه. كل الشكر لك سيده وجيده عبد الله القحطاني، اخصائيه بمكتب التوعيه المجتمعيه في مركز رعايه الايتام دريمه، كل الشكر لك. شكرا لكم. اذا مشاهدينا الكرام كل الشكر للقائمين على هذا الحفل على مركز رعايه الايتام دريمه، قاعدين اليوم نشوف لمسات واضحه اليوم، تقديم كل الشكر والتقدير لابناء المتفوقين 20 عام من النجاح من الانجاز والعطاء المستمر لهذا المركز، وان شاء الله بان العطاء مستمر عام بعد عام باذن الله. هذا كان كل ما لدي، والعوده لكم الزميلات في الاستديو. يعطيك العافية أخونا وزميلنا إبراهيم عبد الكريم، كنت متواجد في الحزم لنقل تكريم حفل تكريم المتفوقين في دريمة، وشكرا أيضا للسيدة وجيدة القحطاني على جهودكم ما شاء الله المثمرة. عجبتني كلمة مستبشرين بكل ما هو آت. الجميل
في الموضوع أن صدق الإنسان دائما يستبشر بالخير، دائما يؤمن بهذا الخير، مدام أنت تسوي خير فأكيد أكيد رب العالمين راح يعطيك أكثر وأكثر من هذا الخير. وذكرتي مشاعل الجانب الإيجابي، فبعد من أهم أنواع الذكاء اللي ممكن الإنسان يكتسبها وهو الذكاء العاطفي والاجتماعي. فبالذكاء الاجتماعي ممكن نشكل علاقات إيجابية مع الناس اللي حولنا، مثل ما نعرف أن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، فإحنا دائما نعيش في جماعات لأن هذا الشعور يعطيك شعور الأمان والاستقرار. إحنا ما نقدر ننفي أنفسنا نعيش متفردين فقط، إنما إحنا دائما نحتاج أشخاص صحيين حولنا، وبالذكاء الاجتماعي نقدر نختار أشخاص صحيين إيجابيين يعطونا هذه الطاقة لتكملة حياتنا ودربنا أكيد وأهدافنا. إذن مشاهدينا، لتفاصيل أكثر عن الذكاء الاجتماعي وتحديدا الذكاء العاطفي بنطلع معاكم في هذا التقرير ونرجع لكم من جديد. الذكاء العاطفي هو يشمل الذكاء الاجتماعي. الذكاء العاطفي عبارة عن جزئين، الجزء الأول مع الذات. شلون؟ إن إحنا نتفهم مشاعرنا، يصير عندنا وعي بالمشاعر، نبتدي نعرف شو اللي قاعد يصير معنا، كيف ندير هذه المشاعر وكيف نستثمر هذه المشاعر في تحقيق الأهداف. بمعنى إذا حصل لي موقف، شلون أنا يكون عندي وعي إن هذا الموقف أنا الآن حزنت فيه أو تضايقت منه، لكن أنا عندي شيء مهم بعد هذا الحدث أو الموقف اللي صار معي. شلون أقدر أنا أتحكم في مشاعري؟ أبتدي أقول إن الآن أنا عندي فرصة، إما أني أستسلم لهذه المشاعر أو أني لا، معلش ممكن أنا أحزن أو أغضب بعد ما أخلص هذا الشيء المهم وأخلص من هذه المشاعر، أو أني أنا أفرغ هذه المشاعر. الجزء الثاني هو التعامل مع الآخرين وفهم الآخرين، اللي يسميه الناس الذكاء الاجتماعي. يكون عندنا وعي بمشاعرهم، كيف نتعامل معهم وكيف نستثمر فيهم، نتفهم الإنسان اللي أمامنا أو العلاقات اللي أمامنا. الذكاء الاجتماعي يساعدنا إن إحنا يكون عندنا علاقات مستدامة. شلون؟ لما يكون عندي الاستماع، إن أنا أستمع لهذا الشخص بدون ما أنا أبتدي أحكم أو أقاطع هذا الشخص، هني رح يكون في علاقات أفضل، إن هذا الشخص قاعد يسمعني يتفهمني، مو بس أقول كلمة ولا أقول موضوع يحكم ويزعل ويغضب بدون ما يتفهم الموضوع كله. الذكاء العاطفي والاجتماعي في العلاقات واختيار شريك الحياة مفيد جدا ومهم جدا. العلاقات الزواجية هي شراكة، يعني أخذ وعطاء، مو بس أنا اللي أبي يصير أو الشخص الثاني اللي يصير. نبني هذه العلاقة خطوة خطوة، إن أنا أعرف مثلا الطرف الآخر ما يحب شيء معين، ما أسوي، يمكن أنا أحبه أسوي في الوقت اللي أنا أكون فاضية فيه. في بعض مثلا الأزواج يتفقون من بداية العلاقة إني أنا أحب ما أحب، أبي كذي، أبي هذا الشيء. هذا وايد يساعد إن إحنا نتفهم، وايد يساعد في العلاقة نبنيها بشكل جيد. هذا مو معناته إنه ما راح يكون هناك خلاف، لكن مع الذكاء العاطفي والاجتماعي راح يعلمنا على إدارة الخلاف. عادة هناك لغتين، لغة رجل ومرأة. الرجل عادة ما يعبر بشكل مباشر، ونلاحظ أن بعض الأزواج لما يصير معهم بعض المواقف أو بعض الأشياء اللي تضايقهم يدخلون الكهف الخاص فيهم مثل ما احنا نسميه، شفيك اش صاير، لا تكلميني خلاص، أو يعصب، لازم نعطيه مساحته. فهنا إدارة الخلاف لما أنا أتفهم أن هذه طبيعة الرجل، المرأة شلون أبي أعبر أبي أتكلم بس بدون ما تقول لي الحلول، لا تعطيني حلول. كثير من النساء يعرفون الحلول لكن لا تقول لي الحل، بس اسمعني احتويني عشان أنا بس أفرغ هذه المشاعر وبعدين أنا برجع أفضل من قبل. بعض النصائح ومثل ما يقولون التريكس البسيطة في التعامل مع نفسك ومع الآخر. أهم شيء أن لا نأخذ الأمور على محمل الشخصي، يعني حد كان متضايق أو حد قال كلمة، لا أخذها بشكل شخصي. نهدى شوي، ممكن نعد من 1 إلى 10 داخلنا قبل ما إحنا نرد، لأن أحياناً الرد السريع
هو اللي ممكن يخلينا نندم أو ناخذ أمور إحنا ما نبيها. نختار الكلمات، ما نقول أي شيء بدون ما إحنا نفكر فيه، لأن الكلمات أو الأفعال أرجع وأقول ممكن إحنا نندم عليها. التقبل، إن إحنا لما نتقبل إن مو كل الناس مثلنا، هني راح تصير الأمور شوي أسهل، إن مو كل الناس راح يتعاملون معي بنفس الطريقة. رقم ثلاثة، نخفف توقعات. ماذا أعني؟ إن أنا ما أتوقع من الآخر شيء كبير. إذا أنا جبت وردة لصديقتي، مو شرط هي ترد لي الهدية مثلاً هذه بنفس الطريقة أو المعنى، ممكن تجيب لي شيء أكبر شيء أقل، أو ما تجيب لي شيء. هذا مو معناتها أن هي ما تحبني، صديقتي ما تحبني، أو حتى الأزواج. لا نتوقع، نتكلم. وايد مهم أن إحنا نعبر، نقول اللي إحنا نبي، لأن مو كل الناس راح تعرف اللي في داخل مخنا. اللي في داخل مخنا بس هني، لكن لما إحنا نعبر ونتكلم راح يطلع، راح الواحد يفهم أكثر. فهذه هي النصائح اللي أنا أحب أقولها للي قاعد يسمعنا ويشوفنا، عشان تعيش حياتك بشكل أفضل. جدا رائع التقرير، ما شاء الله أنا وكندا قاعدين نستمع لها، يعني ما شاء الله صدق لازم نفهم نفسنا. وقت الحزن والزعل احزن، ازعل، بس مو كل الوقت تكون حزين. عبر، أهم شيء التعبير، أهم شيء التعبير، إذا ما عبرت راح تنفجر. صحيح، ودائماً نقول إن تعبير عن مشاعرنا هي أفضل طريقة للتواصل، إن أنت تكون شخص واضح مع الناس اللي حولك عن الأشياء اللي تحبها واللي ما تحبها، فبالتالي حتى تعطي هنت أو مساعدة حق الناس إنهم شلون يتعاملون معك، بالتالي أنت تكون سعيد والشخص اللي معك بعد يكون صحيح. سعيد. صحيح، عشان ما حد يفهمني غلط لازم أنا أعرف أعبر عن نفسي، وبعدين أنا ظروفي غير ظروفك، تفكيري غير تفكيرك، تربيتي غير تربيتك، فما أحكم على الناس من خلال نظرتي أنا. صحيح، وذكرت بعد موضوع الصراحة جدا مهم اللي هو الاختلاف، إن إحنا مرات حتى ذكرنا بداية حلقتنا إن إحنا ممكن نكون مختلفين، إلا إن هذه الطريقة هي أفضل طريقة تميزك وتترك فيها بصمتك. إذن اليوم حلقتنا مشاعل كانت مليئة بالمواضيع الشيقة المهمة الممتعة، وإن شاء الله نكون أمتعنا وأفدنا في نفس الوقت بإذن الله. شكرا يا كندا على هذه الحلقة الرائعة، استفدت منها وايد، خصوصا أن تقبل الآخرين، تقبل اختلافنا مع الآخرين سواء بأي نوع من أنواع الاختلافات، ولكن في النهاية إحنا نتقبل وعندنا ثقافة هذا التقبل. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، بإذن الله تكون الحلقة نالت رضاك، وبإذن الله نشوفكم غدا في نفس الموعد. تحملوا بعمركم، عبروا عن مشاعركم بالكلام بالكتابة، حتى أن أنت تتكلم مع صديق عبر، المهم أنك تعبر، وهذا أحسن شيء في حبك لنفسك. فانتبهنا إن شاء الله نشوفكم بكرة وأنتم على خير وبخير بإذن الله. إلى اللقاء، مع السلامة.